أفضل 4 جامعات حكومية لدراسة تخصص العمارة في تركيا، خلوكم معنا لتعرفوا كل التفاصيل. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة. اليوم بفيديو اليوم حابين نذكر أفضل 4 جامعات حكومية بتدرس تخصص العمارة بتركيا. مثل ما كنت عم نوه بكل فيديو، هالأربع جامعات لا يعني أنه ما في أفضل منها أو هي أفضل جامعة بالمطلق، لا، في كتير جامعات ممتازة تنافس هاي الجامعات، ولكن بالوقت الحالي وبنظرتي الشخصية هدول هن أفضل 4 جامعات حكومية بتدرس تخصص العمارة. ما ننسى أنه الجامعات الحكومية بالقبول فيها بيكون مختلف شوي عن الجامعات الخاصة، بحكم انه القبول بيكون عن طريق مفاضلة وبيحتاج بعض الاحيان كل من كورس اليوس او كورس السات. بالبداية معنا جامعة اسطنبول تكنيك او اسطنبول التقنية، اللي برأيي الشخصي ايضا واحدة من افضل الجامعات اللي بتدرس تخصص العمارة وباللغة الانجليزية. اكيد الجامعة موجودة في اسطنبول وبتقبل بشكل اساسي بامتحان السات او امتحان الاس اي تي. الجامعة الثانية اللي معنا اليوم اللي هي جامعة يلدز تكنيك، ايضا موجوده في مدينه اسطنبول وبتدرس تخصص العماره بكل من اللغتين التركيه والانجليزيه، واللي بتقبل بشهاده اليوس وشهاده السات ايضا. الجامعه الثالثه اللي معنا اليوم اللي هي جامعه تشاكاروفا اللي بتدرس تخصص العماره باللغه التركيه. جامعه تشاكاروفا موجوده بأضنة وبتقبل بشكل اساسي بشهاده اليوس، احيانا كانت تقبل بالسات. في حين الجامعه الرابعه اللي معنا اليوم هي جامعه غنيه عن التعريف بالنسبه لمحبين العماره واللي عندهم اطلاع بدراسه العماره بتركيا، واللي هي جامعه ميمار سينان اللي بتدرس هالتخصص باللغه التركيه، واللي مستمد اسمه من المعمار الشهير العثماني ميمار سينان. إضافة بأنه التخصص رح يكون باللغة التركية والقبول فيها غالبا رح يتطلب سات، وفي امتحانات خاصة الجامعة هي بتعملها بعد المفاضلة الأولى على أساسها بينقبلوا الطلاب فيهم. في حال كان عندكم الرغبة انه تسجلوا بكورسات السات او اليوس لحتى تقدروا تقدموا على المفاضلات بشكل قوي جدا على الجامعات اللي ذكرناها، كل اللي عليكم انه تتواصلوا عن طريق الارقام الظاهرة على الشاشة، ونحن رح نفيدكم اكيد ونرشدكم للطريق اللي لازم تمشوا فيه لحتى تحصلوا على القبولات اللي بدكم اياها بالجامعات اللي بدكم اياها والانسب لكم. في حال كان عندكم الرغبة انه نحكي عن تخصص اضافي غير تخصص العمارة، ايضا فيكم تتركونا التخصصات بالتعليقات. ويا اهلا وسهلا فيكم، وانتظرونا بفيديو جديد. سلام.